طبعا الغبي ما يفلحش، احنا كده ممكن نكتشف. طب هنعمل ايه كده يا عم الفالح انت؟ احنا هنبيع ونشتري مكانها واحده عشان ما نكتشفش. طب ده يلا فكره حلوه، يلا بينا بسرعه. يلا يا ولاد الحلميه، بس ماسي والله العظيم ما هسيبكم، ده لو صاحب العجله عرف ان العجله سرقت مني هينفخني. حضراتي الساده الافاضل، حضراتي الساده المستمعين، اهلا وسهلا في اللقاء. عليك بقى يا شمس. ايه ده؟ ما انا كان الوقف لي كده. يا بس المكان اللي انت راكبها دي بتاع بابا، انت راكبها ليه؟ لا ده موضوع كبير قوي، دي غنجه ولا جنده دي. قول لي بس انت واقف هنا بتعمل ايه؟ كنت واخد العجله بتاع واحد صاحبي وطلع عليا اتنين كان لابسين وتاسي بودره حمرا كده وراحوا مثبتين لها واخدين مني العجله. خد يا حيوان انت جاي، والله ما هسيبك، امسكوا يا لو امسكوا. سعيد يا نهار ابيض، انت بتلعبش ولا ايه يا عم الحاج؟ الله يخرب البيت. يا حيوان سبته يهرب، انت عبيط يا مش قال لك امسكوا يا حته حيوان؟ طب وانا مالي طيب؟ والله برضه ما هسيبك، لو رحت في اللي اجيبك يا حته حيوان. خد يلا. طب في ايه طيب؟ حد يعرفني في ايه؟ I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate, every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta. يا نهار اسود، المكنه يا نهار اسود، ده المكنه دمرت هي والواد. الله يرحم الواد ده خلاص. حبايب قلبي يلا بسرعه بقى اعمل سيرك الفيديو، يلا بسرعه انزل اعمل لك الفيديو، ولا مش مستريك في القناه هسيرك فيها، فعل زر الجرس عشان اي فيديو ننزلكم يجي لكم ساعتين. يلا بسرعه بقى مستني ايه؟ انزل اعمل لايك واشترك في القناه حبايب قلبي. يا بابا بيكم. بصوا بقى عشان انت بس اول زبون كده هشتري العجله دي ب 500 جنيه، ها موافقين؟ ماشي موافقين، عد فلوسك يلا. طبعا خيرت الله، شكلكم كده زباين زي العسل. بسم الله الرحمن الرحيم. انت انا جاي في وشك اهو، اقفل بقى يلا سلام. فوزت بيه انت؟ ايوه خلاص انا شفتك اهو، شفتك يلا سلام. يا حته حيوان خربت المكنه، خربت المكنه ايه ده؟ ما بقتش مكنه خالص، بس والله ما هسيبه برضه. مش هسيبه ايه بس يا بابا؟ ما الواد مات خلاص. هروح لابوه واخليه يجيب لي مكنه مكانها. ما هو ابوه برضه مات. هروح لعمه، عمه برضه مات. عادي هروح لاخوه الكبير. ما هو ما عندوش اخوات كبار للاسف. طب خلاص هروح لامه. امه ماتت في نفس اليوم اللي ابوه مات فيه برضه. فين الله يخرب بيتك، انت مقفلها من كل جنب ليه كده؟ اصل انا كده مش هسيبه غير لما يجيب لي مكنه مكانها بس. خير يا بابا، مالك متعصب ليه كده؟ ما تتعصبش. اسكت بقى، يلا في ايه؟ ومش عايز اسمع صوت اي حد فيكم دلوقتي. طب انا كده دلوقتي عايز ارجع العجله اللي سرقت مني، عشان لو الراجل عرف ان العجله سرقت مني هينفخني. ساعتوني بقى يلا. بص بقى يا لوقا، انا في دماغي حته فكره، ما تخرش الميه. اخر سنه وهو في ايه؟ محدش هيخطط هنا ولا هيتكتك غير انا. خلاص ماشي يا بابا، اتفضل انت اتفضل. بص بقى يلا انت وهو، اول حاجه كده Thank you.
الحكومة تقفشنا. جاهز يا لؤة؟ فأكلت يا بابا. طب يلا اتحرك يا لؤة، استني يلا. ناسي ناسي. بقولك يا لعناء جاهز نفسك. جاهز يا بابا، متقلقش. خلاص ماشي. هو الحلو منين؟ هترد علينا يا جميل.